طيب دكتور، في برضو كذلك عندنا الركبة دائما نسمع فيها، يعني إصابات الركبة وين بالضبط؟ يعني يقولك في الصابونة أو مدري إيش، احنا نسميه الصابونة طبعا اجتماعيا، كيف تحدث فيها بهذا الشكل وليش هي خطيرة دائما؟ طيب دائما نسمع الصليب وكذا. طبعا الركبة هي من أكبر مفاصل الجسم اللي تحمل وزن الإنسان. الإنسان الركبة طبعا فيها 4 أربطة أساسية: رباط صليبي أمامي، رباط صليبي خلفي، رباط صليبي جانبي داخلي، احنا ما يسمى بالعربي الأنسي، أو وحشي وهو الخارجي. هي الـ4 أربطة في اللي الأربع تمسك جهات بالضبط، اللي تمسك الركبة، تخليها ما تروح قدام، ما تروح وراء، ما تروح باليمين أو باليسار أو بالداخل أو الخارج. فيها غضاريف تحمي خشونة الركبة، أو ما تساعد على تحافظ على تلبيسة الركبة. الركبة عبارة عن نهاية عظمة فخذ وبداية عظمة ساق، وملبسة من الفخذ وملبسة من الساق، وبينهم الغضروف. الغضروف هو عبارة عن نسيج، ما هو صلب ولكن يحمي بين عظمة الفخذ وعظمة الساق. أكثر الإصابات تحدث لدى الرياضيين هي إما إصابة في الغضروف أو إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، هي الأغلب. لكن قد تحدث في الأربطة، قد تحدث في الرباط الصليبي الخلفي أو الجانبي، هذا وارد، ولكن الأكثر شهرة هو الرباط الصليبي الأمامي أو الغضروف. وش نوع الإصابة اللي يجيها؟ فيها بعضهم يقول لك انقطع الصليب. صحيح. طبعا الرباط الصليبي زي ما ذكرنا الأمامي وهو الدارج، هو مثل ما حدث مع اللاعب نيمار، هو عبارة عن يحافظ على الركبة أنها ما عظمة الساق ما تروح للأمام، فبالتالي تعطي ثبات للركبة. إذا فقد هذا، قطع الركبة، ما تكون ثابتة، فبالتالي أي حركة الساق راح تتقدم على عظمة الفخذ يطيح الشخص، فما يصير في عنده كنترول أو يصير عنده تحكم في الحركة. كيف ترجع يعني العضلة؟ يتم عمل جراحي طبعا، جراحي طبعا حتى ترتب بعض. طيب اذا احنا اخذنا بعض في الكتف، دائما نسمع بالكتف، وش موضوع الكتف يا دكتور؟ طبعا الكتف طبعا هو اقل نوعا ما من اصابات الركبه، خاصه في لدينا في السعوديه بسبب وجود ممارسه كره القدم هي اعلى شيء. لكن السقوط المباشر على الكتف لدى اللاعبين، يعني يمكن لدي عدد من اللاعبين سواء كان الانديه تلعب في دوري روشن او لعب في اللاعبين في المنتخب، يمكن اقربهم واحد كان قبل فتره بسيطه، اللاعبين هذين طبعا يصابون باصابات الكتف بسبب سقوط وضع اليد، يتم اصابه الكتف. اغلبهم يكون هناك خلع اما لكتف مفصل الكتف او خلع لمفصل رخوي جدا احنا نسميه اللي بين عظمة الترقوة، فبالتالي تحدث هذه الإصابات. أشهر شخص أصيب بعظمة أو مفصل الترقوة هو اللاعب محمد صلاح، في كانت مباراة نهائي وقع، فبالتالي اضطر إلى استبداله. بس هي أخف يعني من الركبة. أخف من الركبة لأنه يستطيع يمارس وما يحتاج أنه يتوقف 100%. قد الفترة التوقف تكون فترة الألم فقط، يخف الألم ممكن يمارس ولكن بحذر.